اليوم بتاريخ 20/1/2020 توار محافظة بابل قطعة والطريق الدولي الرابط بين المحافظات من كل الجهات. تضامنا مع مهلة النظرية اللي انطوها للحكومة المطالبين بتحقيق مطالبهم المشروعة. أبطال أبطال راسي عمي عشائرنا الشريفة هذا العقاب الشريف. الله شوف شوف النداء الثوري من أهل النيل الحبيبة يقولون بيوتنا مفتحة الأبواب لكم. أي كرامة هذه؟ هاو منكم مشكورين تقول الثورة؟ منكم مشكورين تقول الثورة؟